قوتان متوازيتان شقوليتان وبجهتين متعاكستين. عندنا القوة المحصلة، يعطينا قوة المحصلة تساوي 10 نيوتن، والقوة الثانية F2 تساوي 20 نيوتن، والبعد دي بعد دي البعد الكلي تساوي 30 سنتيمتر. 30 سنتيمتر المطلوب. احسب دي واحد ودي اثنين مع الرسم، دي واحد ودي اثنين مع الرسم. طيب اكيد هلا كنا مجهزين الورقة والقلم امامكم عشان نحسب الحسابات جميعا سوا، تمام؟ ننطلق من عند محمد التركي. يلا محمد، محمد بدنا نحسب دي واحد دي اثنين، كيف انا بدي احسبها؟ يمنى، يمنى ما شاركت معنا اليوم، يلا يمنى. ايه انسي بنحسب لدي واحد ودي اثنين حسب. طيب معلش بس دي واحد مشان الباقي يشارك معنا. ايه انسي، انسي بناخد التناسب اف على اف واحد على دي اثنين يساوي اف اثنين على دي واحد ويساوي اف على دي. نعم. اف واحد انسي راح نحسب اول شيء اف واحد. اف واحد تساوي اف زائد اف اثنين. اف زائد اف اثنين، تمام. وتساوي 10 زائد 20. لحظة يا صديقة، لحظة، قلت لنا اف زائد اف اثنين. ايه انسي، ايه يلا تعبت انسي. وتساوي 10 زائد 20 وتساوي 30 نيوتن. منعوضها بالتناسب، الاف واحد تساوي 30 ودي واحد مجهول، صار عندنا 30 على دي واحد يساوي الاف اثنين 20 على دي واحد مجهول ويساوي الاف 10 نيوتن على دي 3 سنتيمتر. انسي بناخد جداء الطرفين بجداء الوسطين. انسي نحنا نحسب، انسي ناخد النسبة الثالثة مع النسبة مع النسبة اللي فيها دي واحد. نعم. انسي بصير معنا دي واحد تساوي ما يقابل المجهول هو 10، 20 ضرب 3 على 10. نختصر 20 مع لا انسي ما فينا نختصر، عوضنا العلاقة. شكرا لك يا يمنى، عوضنا العلاقة. اف عوضت بالعلاقة اف واحد على دي اثنين يساوي اف اثنين على دي واحد يساوي اف على دي. عوضت بالعلاقة اف واحد مجهولة، دي اثنين مجهولة، اف اثنين اعطينا اياها 20، دي واحد مجهولة، اف المحصلة هي 10، دي هي 3 سنتيمتر، تمام. هي عوضنا. أنا عندي 3 مجاهيل ضمن علاقة تناسب وثلاث معالم، 3 مجاهيل 3 معالم. مثل ما حكت يمنى، أنا ممكن نحسب اف واحد من العلاقة، اف تساوي اف اف واحد تساوي اف زائد اف اثنين. اللي بتقولون انه من اين اجت هاي؟ هي الاساسي اف تساوي اف اثنين ناقص اف واحد، فنقلت ونقلت المجاهيل لطرف المعالم طرف، يعني عوضت مباشرة ذهنيا. تمام انسي، تمام تمام. فاذا ما خطر على بالنا مثلا نحسب احنا اف واحد، ما خطر على بالنا نحسب اف واحد، فممكن انا اخذ التناسب مثلا الثاني والثالث، بل انا في عندي مجهول بالتناسب الثاني والثالث ما في عندي، فباخذ انا هذا بحسب دي واحد مباشرة، بحسب دي واحد مباشر. تمام. انسي بس سؤال. اي نعم انسي، زميلتنا اخذت اف واحد على اف اثنين، يعني اول علاقة اخذتها بثالث علاقة، بس نحن هون عندنا مجهولين ومعلومين، شلون هيك بدها تضبط معنا؟ اي صديقتي، هي بالبداية خدت العلاقة الثانية. تماما، يعني حسبت العلاقة اف، اعطيني قوتين معلومتين، المحصلة وقوة ثانية معلومة، تمام. وعندي اف المحصل اف واحد القوة الاولى مجهولة، فين انا احسب اف واحد من العلاقة، علاقة شدة المحصلة لما درسناها هلا، اف تساوي اف الكبرى ناقص اف الصغرى،
أنسي هلق بيصير، أنسي بيصير نعم. نكتب هلق يعني دي تساوي 20 ضرب 10 على 3، 20 ضرب 10 على 3 ليش دي تساوي 20؟ لا يا أحمد، دي أنسي هاي دي واحد اللي عم يحكي عنها وسطين، دي واحد وسطين. طيب هاي دي واحد، هي أنا بدي أضرب، أنا ضرب الطرفين بالوسطين ضرب التقاطعي، فبيصير عندي مقابل دي هي 10 والتلاتة تقابل 20، تمام؟ فبدي يصير عندي دي تساوي 10 اللي تقابل دي راح تكون بالمقام، والرقمين اللي بيقابلوا بعض راح يكونوا بالبسط مضروبين مع بعضهم. ولكن فذكرت لنا إنه يمنى إنه اف واحد تساوي اف زائد اف اتنين، فهوني أنا يا صديقتي كلامك صحيح، أنا مو محدد أنا عندي إن هي القوة الكبرى، لو ممكن يكون عند القوة الثانية هي أكبر من القوة الأولى، أو ممكن يكون عند القوة الأولى أكبر من القوة الثانية، تمام؟ هيك مشان ما نضيع، أولاً المطلوب احسب دي واحد ودي اثنين، نحسب احنا المطلوب دي واحد، إذا ما محدد قيمة القوة الأولى أو الثانية. هلا ممكن أنا أحسب مثلاً مثل ما حكت صديقتنا، إذا كان عاطينا العلاقة إف واحد، اللي عاطينا بالحسابات، إذا عاطيني أنا إف واحد وإف اثنين، أنا فيني أحسب إف المحصلة، تمام؟ ولكن هوني أنا ما عطيني إف واحد، فهيك أنا ما بعرف إن هي أكبر إف واحد إلا إف اثنين، إن هي بدي أخذها قبل القوة الكبرى ناقص القوة الصغرى، فهيك أنا بدي أنطلق فوراً إلى علاقة التناسب اللي هي أمامنا إف واحد على دي اثنين تساوي إف اثنين على دي واحد يساوي إف على دي، تمام؟ فهوني أنا باخذ أنا عندي التناسب. نعم يمنى. أنسي نحن هلق إذا كتبنا القانون رح ننقل المجاهيل لطرف والمعاليم لطرف. أنسي طبعا. نفس الشيء إذا بس بدلنا يعني، لأنه جمع عملية تبديلية، لأنه هالحالتين يعني رح يصير الإشارة موجبة. أنا معك يا صديقتي، أنا معك، أنا ضدك، ولكن ممكن أنا أخذ لك مثلا أصدقائنا ممكن ياخذ انه اف تساوي اف 2 ناقص اف 1 بدي يعوض وبدي ينقل للطرف المعلم والطرف المجاهيل، لممكن انه مثلا ياخذ اف تساوي اف 1 ناقص اف 2 ايضا بدي يعوض وراح ينقل، مو معروف انه هي اف 1 اكبر ام اف 2 هي اكبر، مو محدد لي انا عندي اياها ضمن المساله او المثال الى اخره، تمام؟ فلهون انا بدي اولا بحسب المطلوبات، وبعدين اشو تبقى من المجاهيل الموجودة انا عندي التناسب، فبصير عندي كل شيء واضح. فينا احسب انه هون اف واحد، هلا لو ذاكرنا عندنا مثلا اف واحد واف اثنين ممكن لان حددت لي انا هون القوة الاكبر بين اف واحد واف اثنين، فينا احسب انا المحصلة مباشرة قبل ما احسب دي واحد ودي اثنين او دي، تمام؟ ايه تمام انت. أنت هلقوني بال يعني بالمثل اللي عطيناها، مو عطينا اف واحد، مو عطينا اف واحد، هي ان اذا عوضت بعلاقه التناسب، عوض انت علاقه التناسب يا صديقي، هي علاقه التناسب وعندك اياها المعطيات بشكل كامل. أنت الاف واحد ما ضروري عندنا، ما هي ضروري، ما هي مطلوب يعني، بس ولكن بدنا نحسبها لابد منها. ليش بدي احسب انا؟ لان طالب معي ومع الرسم، مع الرسم. تمام أنسي تمام. ايه انسي معناته بنحسبها اخر الشيء. تماما بنحسبها اخر الشيء. يعني هلا لو مثلا مو طالب معي رسم، بدي احسب كل شيء، بدي احسب اف واحد واف اثنين والمحصله ودي واحد دي اثنين ودي، حتى اتاكد انا من علاقه التوازن، علاقه التوازن شرط التوازن اف واحد مضروب دي واحد يساوي اف اثنين مضروب دي اثنين، اذا كانت عندي اياها، اذا كانت الجداء الأول يساوي الجداء الثاني، فمعناته أنا حساباتي كلها صحيحة 100%، حتى لو مو طالب مني إف واحد أو إف اثنين، مو طالب مني أي هدول العلاقات، لكن أنا بدي أحسب كل القوى وكل الأبعاد بدي أحسبهم عشان أتأكد من علاقة التوازن، من شرط التوازن إذا كان صحيح أم لا. إيه أنسي تمام. تمام؟ طيب أصدقائي هلا بالنسبة للوقت خلص، وهي خذوها لقطة شاشة وحلوا لنا إياها وبعتوا لي اياها الخاص، وظيفي اعتبروها وظيفي لكم، تمام؟ ايه تمام تمام انت تمام. انا هلقهم بس سؤال، يلا ايه نضرب هون 20، ايه 20 ب 3 و10 بدي واحد، ايه نعم تماما، ناخذ التناسب الثاني والثالث مع بعض نضربهم ضرب التقاطع او ضرب الطرفين بالوسطين
نضرب هون وبنحسب دي واحد. هلا بصير انا عندي معلوم دي ودي واحد، فيني انا احسب دي اتنين من ال من هي من دي ودي واحد. نعم يا احمد. هسه هلا امبارح ما كنتوا تاخذوا هيك يعني دي واحد تساوي 20 يعني مثلا هيك ضرب 10 على 3 كنا ما كنتوا هيك امبارح يعني تحلوا المسائل مثلا هيك دي واحد تساوي 20 ضرب 10 على 3 صح يا صديقي، ولكن هون المسألة تختلف عن مسألة أخرى وكل طريقة لها طريقة أخرى، يعني ما بدنا نعتمد احنا على طريقة واحدة يا صديقي. يعني هلا ممكن أنا أطلب منك تحسب دي اثنين ومعلوم انا عندي دي واحد ودي كلي بشكل كامل، لا ممكن تاخذ انت مثل ما فرضتها، مو معلوم انا عندي لا دي يعني انا ما قلت لك هلا حسب ما اعطيك انت بالمعطيات، هلا هون حسب ما اعطيك بالمعطيات، لكن ان شاء الله في الدرس القادم راح اعطيكم امثله كثيره يعني مشان تقدروا تتمكنوا من حساب جميع اشكالها.